السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا مخيم السيالة، يعني السنة يعني شايفين الدنيا مطار والوحل والأرض والكذا، أغلبية يعني ما واحد جابنا على المخيم لا تدفئة ولا لباس ولا حطب ولا صوبات ولا أي شيء. أغلبية الناس تحرق على لباس بالا وأحذية بالا وهالطين وهالوحل، والولاد أغلبيتهم صار معاهم التهاب غصبات وسعلة من وراء الروائح المي كويسة، من وراء النايل ومن وراء الكذا. والناشد الجميع أنه يعني يساعدونا، شايفين الأرض الزراعية والأرض شلونها. بس مشكلتنا اليوم جانا أكثر من جهة صورتنا بس على الفاضي، يعني يجون يصورون على الفاضي يعني بدون فائدة، يجون يصورون يأخذون صور للمخيم ويمشون. إحنا بحاجة لتدفئة، بحاجة لصوبات، بحاجة لخيام، خيامنا تكشمت، أغلبية الخيام نزلت مية، يعني هذا الوضع. ونطلب المساعدة من الناس، يعني أنه يقدمونا مساعدة للمخيم كلياته، لأنه وضع سيء وما حدا قدم لنا أي شيء. عايشين هون شوفت عينكم، وضاع سيئة لآخر درجة. أمطار الحمد لله، أمطار كثيرة، شتاء، طين، تدفية ما في، منظمات مثل خامنئي، معونات ما في خالص، بيجي بيصور وبيروح. وشوفت عندكم برد وأمراض والناس تبهدلت وأوضاع سيئة، والمشتكى لله. مريض ما بيحسن يطلع من داخل المخيم، أدوية ما في، صوبات ما في، إعانات ما في، وضاع سيئة لأبعد الحدود من كل الجهات. أطفال ذبح البرد، عم يحرقوا هدومهم حما يحطوها بالصوبة، ما أجانا شي بالمرة. خيام ما في، لا مازوت، لا إعانة، لا شيخة، والمنطقة تراكمت حبت نازحين ومنظمات، ما في دعم ولا، كله حكي في حكي، والمشتكى لله بس. الله يفرجها على الجميع. تفرج على الطين وعلى الوحل وعلى الحاله خيو سيئه، دحك نجيب الفحم هذا ما يعلق بالصوبه خيو، مثل ما قالوا على الفاضي نجيب، والمنظمات يجون، واحد راح يصورنا واحد راد، وما شفنا شيء خالص، لا تدفئه لا طريق مثل العالم، لا رايحه لا شيء، يعني ما بي عندنا شيء خالص بالعربي، يعني على قباط على كل شيء. شايف الطين شلون، لا تبديل خيام، خيام كشمج على زرب علينا ميه، اطفال صغار ما عندهم حليب رضعها خيو، امهاتهم ما بي حليب، حد ما حد يجيب لهم حليب واحد تاكل لهم، وكاميرا رايحه وكاميرا جايه تصورنا، وما شفنا شيء دعم. اذا تقول لي لو كان بالمية واحد، والارض هاي تفرج ماخذينها اجار ب 500 الف ورقه، احنا فوق ال 100 عيله بيها، ما واحد انطانا لو 5 ورقات، شيء 5 ورقات ما حد انطانا. يجون يصورونا ونبعث لكم، نبعث لكم، لحد الان والله ما شفنا شيء خالص ابدا يا خيو، ابدا ولا شفنا شيء. نحن اطفال مخيم سياله، نحن نريد مدارس، ما نقدر نطلع المدرسه، نتشكى والوحل، نحن نريد تدفئه، نحن نريد شيء يدفينا، ما عندنا لا صوبات لا فحم. يا اخوتي نريد المدرسه، نريد كتب، لا عنا لا مدرسه لا كتب، اتشكى والوحل، يعني زي الواحد بده يطلع من برات بيته ويطلع تواليت ما يقدر، يعني صار عندنا مريض بدنا نشيله بالبطانيه وكرسي نقدر نطالعه، بدنا احنا زفت، بدنا طرقات، بدنا هدوم، لباس، عم نحلق لباسنا حتى نحط دفئه الاطفال الصغار. صار معنا حاجه شو اسمه، صدرنا قام يوجعنا، قام التهاب علينا صدرنا من كثر النايلون ونحطه بهدومنا.